على هاشتاج الجهات جاهزة لروف اند ريسنج. انطلق الشوط الخامس على كاس المغفور له بإذن الله تعالى. سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة للجياد المبتدئات لعمر السنتين وما فوق بانطلاقة 9 من الجياد بعد انسحاب شي سيد يس. إذن الصدارة والمركز الأول مع لون كريك على المركز الأول، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل المرشح الأول بتار مع الفارس أندرو إليت خطوة بخطوة مع لون كريك على المركز الأول. المركز الثالث هنالك نصيب مع الفارس بادي مثر، بين كما رابعا هنالك يتواجد ستوري مع الفارس الروزي جيسب. والمركز الخامس هنالك لومينير مع الفارس عبد الله فيصل. والمركز السادس ايضا تتواجد مونز اوف ساترون. اذا نعود الى المركز الاول والصداره مع بتار المرشح الاول سلاله اكليميشن على صداره هذا الشوط، وبجانبه ياتينا لون كريك مع الفارس مارشالس يارس. والمركز الثالث هنالك ايضا روان تتواجد مع الفارس احمد مكي. والمركز الرابع نصيب بشعار المحمديه مع بادي ماثر. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع الجواد لون كريك مارشالس يارل، بينما محاولات أيضا من قبل بتار مع الفارس أندرو إليت، ومحاولات أيضا من قبل نصيب مع الفارس بادي ماثر. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع لون كريك مارشالس يارس على المركز الأول وعلى صدارته هذا الشوط. إذا لون كريك يودع المبتدئات في خامس أشواط الأمسية بكل سهولة وريحية. المركز الثاني دخول ما بين نصيب وأيضا مونزوف ساترون، ولدينا أيضا لومينير بانتظار النتيجة النهائية والمعتمدة أيضا من قبل لجنة التحكيم.